على هامش تشييع جثمان حماد الحسنات أحد مؤسسي حركة حماس وسط قطاع غزة، قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إن اتصالات تجري مع السلطات المصرية لتدارك تداعيات قرار اعتبار حماس منظمة إرهابية. وأضاف هنية أن مصر لها تاريخ طويل مع الفلسطينيين، معتبرا الحكم القضائي المصري بحق حماس خروج عن الثوابت المصرية. هذا يمثل خروج على الثوابت، لا أقول ثوابت الفلسطينية بل الثوابت المصرية. نعالج هذا الأمر بكثير من الصبر والحكمة، ونتبادل الاتصالات لكي نصحح هذا الإعوجاج التاريخي. من جهة أخرى، أطلع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح في اتصال هاتفي مع هنية على مجريات المباحثات التي أجراها مع القيادة المصرية في القاهرة. وكانت فصائل فلسطينية رفضت قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية بشأن اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، وطالبت الهيئات القانونية ولجان دعم المقاومة في مصر والعالم العربي والإسلامي بالتحرك الجاد لحماية المقاومة، معتبرة القرار استهدافا للشعب الفلسطيني. وفي موضوع آخر، جددت حماس وعلى لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري اتهامها لمسؤولين وعاملين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بنشر تقارير مفبركة عبر وسائل الإعلام المصري عن دور مزعوم لحركة حماس في الساحة المصرية. يذكر أن علاقة حركة حماس مع مصر توترت بشكل كبير عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، حيث اتهمتها وسائل إعلام مصرية مقربة من السلطات بالضلوع في هجمات وتفجيرات إرهابية، وهو ما تنفيه الحركة بشكل متواصل.